العشماوي. الآن معنا الشيخ خالد الماجد، حياك الله شيخ. الراعي. السلام عليكم. معنا يا شيخ خالد؟ الشيخ خالد الماجد راعي برنامج سواعد الإخاء، حياك الله شيخ خالد. الله يحييك، أهلا وسهلا، حياك الله وحيا الله الأخوة المشاهدين والمشاهدات. الله يرفع قدرك، تجربتك في سواعد الإخاء، رأيتم هذا البرنامج، نقول بإذن الله تعالى الرابع والقادم بإذن الله تعالى من أجزاء هذا البرنامج ستكون رعايتكم موجودة إن شاء الله. والله بإذن الله. بداية أريد بس أن أصحح، أنا لست الراعي وإنما أمثل الراعي. الراعي هو وقف والدي عبد الرحمن بن ناصر الماجد رحمه الله، المسؤول عنها شقيقي الأكبر محمد ما شاء الله، وشركة محمد وخالد الماجد للاستثمار ما شاء الله تبارك. أخي محمد له خبرة أكبر وتجربة أكثر، فيك الخير. وما انعرضت عليها البرنامج حتى رصد المبلغ مباشرة وقال لا تتردد، هي هدية أرادها لنا القائمون على العمل. وعودا على سؤالك، هل سنواصل؟ نعم بإذن الله سنواصل رعاية سواعد الإخاء وغيره من البرامج الدعوية الهادفة. طب لماذا قررت مواصلة رعاية هذا البرنامج؟ ليش؟ لماذا؟ طبعا الإجابة تطول ولكن مختصرها يعني لعل أهمها أن الدعوة إلى الله من أجل الأعمال صحيح. وأعظم المقاصد والأهداف، ويعتبر المجال الإعلامي من أبرز الوسائل لتحقيق هذا الهدف وإيصال الرسالة الدعوية. جميل. فينبغي أن تتعاضد الجهود في خدمة الدين والقرآن وقيم الإسلام العليا، كل يقدم ما يمكنه وفق رؤيته وإمكاناته، سواء بتوظيف الطريقة التقليدية جميل. من دروس ومحاضرات ومؤلفات وغيرها، وفيها خير عظيم، الله أو مراعاة العصرية ومجاراة المرحلة وتغيير الأدوات وتقديم بدائل تنافس البرامج الهابطة التي يزدحم بها الفضاء. جميل، هنيئا لكم. طبعا سواعد الإخاء شهادتي فيه مجروحة، ويكمن نجاحه في بساطة الفكرة وعفوية الطرح وتنوعه مع نجومية الضيوف وتميزهم، وقبل ذلك توفيق الله وحسن نية القائمين عليه. جزاكم الله خير، الله لا يحرمكم الأجر يا شيخ خالد، بيض الله وجهك في الدوام بإذن الله تعالى في موازين حسناتكم يا رب. آمين آمين آمين، الله يجزاك خير.